ولنقاش التطورات الأخيرة في درعا ومحاولة قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها اقتحام درعا وسط سيطرة مقاتلي المعارضة على عدد من الحواجز هناك. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري والسياسي العميد الدكتور إبراهيم الجبوي. أهلا بكم سيادة العميد. أهلا وسهلا، حياكم الله. ماذا تغير في درعا اليوم؟ وهل ما يجري هو إعلان صريح عن زوال اتفاقية التسوية التي وقعت مع النظام والمعارضة برعاية سورية أو روسية أقصد؟ نعم، يعني هو بالتأكيد نقض للاتفاقية، وكما عادة النظام وروسيا لا عهد ولا ميثاق ويحنثون بكل الاتفاقيات. لكن الذي يجري اليوم هو عبارة عن بلطجة وعن جهية من قوات الفرقة الرابعة التي ليس بها أكثر من الربع من شبيحة وعصابات بشار الأسد، إنما أغلبهم من حزب الله الإرهابي ومن الميليشيات الإيرانية متعددة الجنسيات. هذه الميليشيات تسعى للسيطرة على درعا، لأن درعا شوكة في حلقهم، ودرعا هي مهد الثورة السورية، لذلك يحاولون كسر شوكة درعا، ومن خلال ذلك يصلون إلى الحدود الجنوبية التي يطمحون من خلال هذه الحدود أن يصلوا إلى حدود الخليج العربي. هكذا هو المخطط الإيراني الذي تسعى لتحقيقه إيران عبر الميليشيات وحزب الله الإرهابي. لكن الذي جرى أن الاتفاق جرى بين النظام الأسدي وبين الثوار في مدينة درعا البلد برعاية روسية، لكن للأسف أن روسيا كما النظام لا عهد ولا ميثاق لها، هي تنكث المعاهدات، تنكث الاتفاقيات، لا تستطيع ضمانة شيء إطلاقا على الإطلاق. هدد الجنرال الروسي أهالي درعا البلد، إن لم تخنعوا وتذلوا سوف نرسل لكم الميليشيات الإيرانية، هكذا قالها صراحة. ولكن بعد أن يعني عنف من قيادته عاد واعتذر عن ذلك، لكن هو لا يستطيع أن يكبح جماح الفرقة الرابعة التي هي ليست تحت سيطرته، إنما تتخذ أوامرها أو تتلقى أوامرها من طهران مباشرة عبر حزب الله والميليشيات. يعني حتى لاحظنا أنهم يحاولون فصل ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة عن النظام إطلاقا. حينما دخلت هذه القوات إلى درعا بدأت تهتف باسم ماهر الأسد. يعني نحن سيادة العميد، إلى أين تتجه الأمور وإلى أي مدى تتوقعون تكرار سيناريوهات مماثلة كما حدث في حمص وغيرها من المناطق أين يتم تهجير السكان إن لم يرضخوا؟ يعني قبل يومين أصدر ثوار درعا أو أهالي درعا، يعني مجلس العشائر ولجنة المفاوضات المركزية، أصدروا بيان مصور طلبوا فيه المجتمع الدولي إما تهجيرهم بالكامل 50,000 نسمة وتسليم المدينة إلى النظام فارغة من السكان، وهذه وصمة عار تكون على بوجه المجتمع الدولي وبوجه روسيا التي تحاول عقد مؤتمرات لعودة اللاجئين وهي تهاجر من جديد، أو أن تعود روسيا والنظام إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه قبل أيام. لكن روسيا يبدو أنها لا تستطيع كبح جماح الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، ولا تريد أن تصطدم معها في نفس الوقت. نرى أن حوران قاطبة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها انتفضت اليوم، وتم تحرير عدد من الحواجز والنقاط الأمنية والمراكز الأمنية أيضا في معظم بلدات ومدن محافظة درعا وأريافها. هذا الأمر قد يسبب إحراج لروسيا وما لن ترضى عنه بسبب الاتفاق الذي جرى في عام 2018 بين أمريكا وإسرائيل وروسيا على اجتياح الجنوب مقابل التهدئة ويعني الاستقرار، ولكن المنطقة لم تشهد لا تهدئة ولا استقرار. لاحظنا أن الميليشيات الطائفية تثير الفتن مع المخابرات العسكرية ومخابرات أمن الدولة، تثير الفتن بين المدنيين، تحاول تجنيد بعض الشبان ضعيفي النفوس، شرعت بالاغتيالات
البلاد التي يعني امتدت سطوتها في ذلك إلى أكثر من 350 حالة اغتيال في المنطقة. هذا الأمر لا قد لا يروق لروسيا مستقبلا، سيما أنه إذا استمرت تحرير الحواجز والنقاط الأمنية والمفارز في المنطقة في الأرياف، قد تخرج المنطقة بالكامل عن السيطرة والعودة إلى ما قبل. الحديث عن هذه 2018. النقطة والسيطرة على المناطق والدفاع عنها أيضا، ما مدى قدرة المعارضة على الحفاظ على سيطرتها على هذه المناطق ومواصلة تحرير المناطق التابعة للنظام؟ يعني كما تعلمون منذ عام 2012 حتى اليوم، قوات النظام وحتى الميليشيات الإيرانية وحزب الله لا سطوة لهم على الأرض إطلاقا لولا الطيران الروسي. الطيران الروسي هو الذي يفصل المعارك دائما، فحينما يغيب الطيران الروسي عن الأجواء تبقى ساحة المعارك تحت سطوة الثوار مهما كان نوع السلاح الخفيف معهم. فهم امتهنوا حرب العصابات الذي يقض مضجع النظام بكل أشكاله، لذلك اليوم استخدموا اليوم الثوار لتحرير الحواجز حرب العصابات، فكانوا يخرجون إلى الحواجز والمفارز الأمنية من تحت الأرض ويسيطرون عليها ويأسرون ويقتلون، وبالتالي إن خرجت هذه المنطقة عن السيطرة سنعود إلى ما قبل عام 2018، وهذا ما لا تقبله روسيا أيضا. لذلك نخشى من تدخل روسيا، حتى اللحظة لم يتدخل طيران روسي، لكن نخشى أن يتدخل طيران روسي وهو دائما الذي يحسم المعارك. إلى جانب الطيران الروسي هناك دور الإيراني، كيف ساهم الجانب الإيراني في إخلاط الأوراق أو خلط الأوراق الأمنية في درعا تحديدا؟ يعني كما قلت لك أن الفرقة الرابعة عددها من الميليشيات الإيرانية وحزب الله، وهناك ميليشيات إيرانية أيضا غير منضوية تحت لواء الفرقة الرابعة، لذلك هذه الميليشيات تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، محاولة تشييع المنطقة، محاولة كسر شوكة الثوار في المنطقة، محاولة تجنيد بعض ضعاف النفوس في المنطقة، وإثارة الفتن وتنفيذ الاغتيالات يعني دون تمييز. لذلك التواجد الإيراني يعيش فسادا في المنطقة، هدفه الأول والأخير تغيير ديموغرافي وكذلك الوصول إلى الحدود الجنوبية من أجل الاقتراب من حدود الخليج العربي. هذا ما تسعى إليه إيران، وهي الآن هي المسيطرة على الأرض، لا وجود يعني حتى جيش النظام كما قلت سابقا هو متهالك، يعني ليس له سطوة على الأرض لولا الطيران الروسي، هو لا يستطيع الصمود أمام الثوار ولا بأي شكل مهما كان نوع الأسلحة التي يمتلكها. الثوار بسلاحهم الخفيف يستطيعون يعني دحر أي عدوان أرضي على يعني مناطقهم إن لم يتدخل الطيران الروسي. إلى أي مدى تتفق أن هذه الأحداث تنعش أو أنعشت ما تبقى من الانتفاضة أو الثورة في سوريا؟ كما هو معلوم أن درعا هي مهد الثورة، وحتى بوجود التسويات التي أبرمت عام 2018 لم تستكن درعا، وأكبر دليل على أنها لم تقبل أن يخرج من 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 محافظة حوران قاطبة أي صندوق انتخابي في انتخابات بشار الأسد الهزلية الأخيرة. لذلك هي دائما خارج سيطرة النظام، وكانت اتفاقات تسوية على أن لا يدخل النظام داخل المدن والبلدات، وهذا ما جرى، واحتفظ الثوار بأسلحتهم الخفيفة، لذلك هي دائما خارج سيطرة النظام، وبالتالي لا تزال شعلة الثورة متقدة في الجنوب السوري، لم تنطفئ أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والسياسي العميد إبراهيم الجباوي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.